مساء الخير، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد، العدد الرابع من برنامجي أما بعد. تزامن والإعلان عن فتح النشاطات الثقافية واستئناف النشاطات الثقافية بداية من المسارح ودور الثقافة في انتظار عودة الحياة أيضا إلى قاعات السينما. لمناقشة هذا الموضوع وغيره من المواضيع الفرعية التي شكلت الحدث خلال هذا الأسبوع، أسعد باستضافة السيد محمد الفضيل حازولي رئيس فداتيك. مرحبا، أهلا وسهلا. سعيد بوجودي معكم. مخرجنا القدير. الله يخليك. سعيد بوجودي معكم هنا، وخاصة مع زملاء اللي عندي مدة ما شفتهمش، وخديجة وتونس، يعني سعادة كبيرة. أهلا مرحبا. أيضا أسعد باستضافة الفنانة الممثلة خديجة مزيدي. مرحبا. مساء الخير أسيا، مساء الخير تونس، مساء الخير فيصل. أستاذة راني فرحانة بزاف لوجودي معاه، عندي بزاف بزاف ما شفتوش. نتمنى إن شاء الله سنة سعيدة لكل الجزائريين. شكرا أسيا. العفو. أيضا أهلا وسهلا تونس. تونس أي تعليق؟ مرحبا تونس. تونس أي تعليق؟ مرحبا تونس. أي تعليق؟ قدمت أيضا هذا الأسبوع العرض المسرحي الأول بعد فتح المسرح للجمهور، كلثوم. نعم. مرحبا تونس. الله يسلمك. نتحدث لاحقا عن العرض. لاحقا، ما كاش مشكل. فيصل مرحبا. مساء الخير أسيا. فيصل ميتاوي أهلا وسهلا. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. عام سعيد للجميع. قسم القاس للجميع طبعا. إذا كما قلت بداية نبدأ من الإعلان فيصل عن عودة النشاطات على لسان وزيرة الثقافة، نتابع ثم نعود. أسدينا تعليمات بفتحها، وهذه تحضيرا ايضا لفتح كل الفضاءات، فضاءات الثقافه، المسارح وغيرها امام الجمهور، مع احترام طبعا البروتوكول الصحي. لازمنا الان ننتقل الى مرحله اخرى، عام من الغلق ومن يعني التضييق على العمل الثقافي والفني، وعام طويل جدا وصعب. اليوم نحاول أننا نتعايش مع هذا الوباء في انتظار يعني بداية حملة التطعيم. دونك راح نفتحوا عدد كبير من الفضاءات. إذن قالت وزيرة الثقافة، نبدأ معك أستاذ حازولي، فتح القاعات خاصة المسرح مبدئيا في انتظار قاعات السينما، هل من السهل العودة للحياة الثقافية حتى عندما نقول احترام البروتوكول الصحي؟ هل هذا ربما ممكن؟ طبعا هي ثقافة مش لازم هي باش تخلص الثمن الكبير في هذه الحالة، فلابد أن نفتح، حتما لابد أن تفتح أبواب المسرح وتفتح قاعات السينما، لأن الثقافة هي التي تجعلنا نتخطى هذا الوباء وهذا المرض. وهذا الثقافة تساهم في كل المجالات، فعندما نغلق أبواب المسرح ونغلق أبواب السينما فنزيد في المرض، نزيد في المرض. فلا بد ان تسترجع الابتسامه، كنت جمله ملحه، نسترجع الحياه. السينما، الثقافه بكل الوانها هي حياه في حد ذاتها. فلا بد ان تفتح، وهذا يعني ما نقولش مفاجاه، هذا كان واجب، لان المثقفين رغم قلقانين يعني نقولوا الحقيقه يعني، فخليه يعبر، لابد أن يعبر عن الحالة التي يعيش فيها الآن. نعم. يعبر عليها، يعبر على الوباء، يعبر على العلاقات. فيه بطولات في هذه المرحلة، خاصة نعم. في السلك الطبي. السلك الطبي يعني دار حاجات، تضحيات كبيرة. فهذا لابد أن نترجمه. الأطباء وشبه الطبي وكل هذا الجيش الأبيض يعني. الجيش الأبيض والجيش الطبيعي. نعم. والأمن يعني. كل هذا التضامن لابد ان نستغل هذا الوضع. وياتيكم الله بشر وهو خير لكم. هذا نترجم هذا الوباء الى قوه فاعله. طيب، ترجمت هذا الوباء الى قوه فاعله، اربط معك النقاش خديجه مزيني. نتحدث عن عوده الحياه الثقافيه، ما قبل كورونا هل فعلا كان فيه ربما حياه طبيعيه في الوضع الثقافي، كان في حاله صحيه جيده، ام ان كورونا اليوم ستعقد الامر اكثر؟ يعني اليوم ربما الفجوه اتسعت كثيرا ما بين الجمهور وما بين المؤسسات الثقافيه.
هي الأسياء الكورونا ما عندهاش علاقة بالثقافة ولا كل شيء اللي توقف، لأنه أصلاً من قبل ما كانوش الإنتاجات في الجزائر بزاف، كانت قليلة بزاف الإنتاجات، كان اللي يخدموا سي توجور لي ميم بيرسون كي ترافايو، يعني قلال بزاف، توجور لي ميم برودكتور، توجور لي ميم رياليزاتور، توجور لي ميم كوميديان شاك اني، يعني ونسبة قليلة. يعني كورونا ما عندهاش علاقة، بالعكس كورونا هي عطلت بالك إنتاجات ولكن ما حبستهمش. الكورونا سي 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 جوست باساجير، مي حنا ما كناش من قبل عندنا انتاجات وسينمائيه وثقافيه، يعني الناس قاعده تخدم ومن بعد جات كورونا حبست. نو سي با فري، هي سي جوست باساجير، مي الحمد لله ان شاء الله هذوك تيك راح تبدل الامور وتولي الناس كامل تخدم وناس كامل تنتج ان شاء الله. خديجه فيصل، هل توافق هذا الطرح؟ يعني حتى قبل كورونا كما قلت الوضع لم يكن فعلا وضعا صحيا، يعني وضع الثقافه صحيح يعني اذا كانت هنا مقارنه مثلا اخذ بعين الاعتبار مثلا انتاج سينمائي، كم انتجنا من فيلم قبل كورونا؟ يعني يدوب كما قلنا الاخوه في مصر فيلم واحد او فيلمان، وهذا امر اعتقد غير عادي بالنسبه لدوله مثل الجزائر بحجم الجزائر. هذا في السينما. بالنسبه للكتب، في انتاج كتب ولكن اعتقد ان القطاع عانى كثيرا، اكثر ربما القطاعات اكثر تضررا من قطاع النشر. قطاع النشر لان كثير من دور النشر غلقت بعد الغاء معرض الكتاب، معرض الكتاب وعده معارض اخرى، وان شاء الله وزاره الثقافه والقائمين على الشان الثقافي يستدركوا الامر في هذا الموضوع، لان كثير من دور النشر اعرف انهم سيعانون معاناه كبيره. نفس الشيء بالنسبه للقطاعات الاخرى، قطاع الموسيقى او المسرح. انا اتمنى اشياء واتفق مع خديجه حول الموضوع ان يجب اعاده الاعتبار في كثير من الامور، في الانتاج التلفزي والسينمائي، في اختيار الممثلين، في التعامل مع الممثلين. كثير من الممثلين ما عندهمش كذلك ستاتيو يعني يدافع عليهم ويحميهم من جانب الاجتماعي. اتمنى ان فتره كورونا والحجر المنزلي كانت فتره للتفكير ماليا في ما نريده للثقافه الجزائريه مستقبلا، بعيدا عن 1% من ميزانيه الدوله التي تعطى القطاع الثقافه، ان شاء الله تكون ميزانيه اكثر، ويكون هناك تعامل مع الثقافه كشيء عنده اولويه مثل القطاعات الاخرى، هذا ما اتمناه يعني. طيب تونس، لانه يعني صادف ان كان عرض كلثوم الذي قمت بالاخراج هو اول عرض يعني فتح الموسم المسرحي، كان ذلك في خلال اليوم العربي للمسرح، ربما بالنسبه لهذا العرض كيفاش شفتي تجاوب الجمهور؟ هل حضر الجمهور؟ هل بدات الناس تعرف انه فيه الان مسارح مفتوحه؟ يعني انا ما كنتش عارفه باللي كان يافي لي زوفيرتور، يعني كو لا مينيستر الى الا اوفير لو تياتر، لكن بور لو بوبليك ما كانش بزاف بوبليك، لانه سيتي واقي لو جور ميم، هذاك النهار هذاك اللي انونسيت باللي لي تياتر حيتحلوا، لكن كانوا لي زيلاف تاع ليسماس كي ما في فريمون بليزير، لانه تلاميذ جاوا شافوا تجربه مسرحيه نسويه، سي تري امبورطون، وكان عندنا شويه دردشه معاهم اي تو سا، اي سيتي تري يعني كانت حاجه فريمون مليحه، كسوا لي كوميديان اللي لعبوا سور سان لانهم هما شباب ثاني جاي من الكونسيرفاتوار، وهاد العلاقه هذه اللي كاين بين يعني المدرسه اونتر ليسماس و الكونسيرفاتوار كي جي تروفي تري تري انتريسون. انا جو فودري برك بون مانون سي تري بيان كو تو لو موند ريبار ا سون ميتيير، كو تو لو موند فاس سي بروجي، مبروك علينا، توجور اون ريسبكتون بيان سور اون ريسبكتون لو ماسك لو جيل اي تو سا، سي تري امبورطون لانه فوالا لو بروتوكول. Et mais moi ce que je voudrais يعني نعاود نولي برك مارش اريير على هذا السوجيت تاع لو كورونا بارابور الثقافة. انا جو بونس كو لو كورونا عرات، انا نقولها يعني عرات فريمون لو دومين دو لا كولتور اون الجيري، يعني ما لازمش نقولوا انه الكورونا عطلت، نو هي ماشي عطلت، هي عطلت دون لو موند اونتي ماشي غير في الجزائر. يعني انا جايه من بلاد اوروبي كل شيء حابس، حنا الحمد لله انا بدي لكن هما مازالهم مي عندهم ان ستاتيو، عندهم واحد لورغانيزاسيون، هاد لارتيست هذا ميم كي ما يخدمش يخلص، هاد لارتيست هذا حتى ولو الكورونا جات كان يزادي الي فوالا سادير يا بوكو داد. يعني انا نظن انه هاد القطاع الكورونا عراتو باش اليوم انا حبذا لو
حبذا لو تونس تونس تتحدث اللغه العربيه الفصحى. نعم حبذا لو يكونوا ابارتير خلاص رانا حلينا الموسم يكونوا دي رونكونتر دوكا افيك لانستيتيوسيون كي هي لو مينيستير اي لا مينيستر بيان سور بور ديسكوتي هاد لو كا هذا تاع اليوم كي كيما تكونش خدمه ولا يكون كورونا واحد اخر لارتيست واش راح يكون comment il va vivre ça c'est très très important راح نواصل عفوا النقاش اكيد وراح نروحوا القانون الفنان وراح نروحوا البطاقه ايضا في بطاقه استاذ حازل اللي ستوزع فيه مشاريع وايضا في انشغالات الوسط انشغالات مشروعه طبعا في الوسط الثقافي والفني قبل ذلك احمد نشوف راي الجمهور الذي حضر عرض مسرحيه كلثوم هذا الاحد طلب معهد فنون العرض السمعي والبصري ثم جينا كطلبه كضيوف شرف وفرحنا بزاف كي النشاط المسرحي يعاودوا له يعني هذا الشيء فرحنا بزاف خلينا نتاملوا المستقبل نتمنوا انه المستقبل تاع المسرح يكون زاهر في الجزائر وتطور الحال اكثر واكثر ان شاء الله كما يقول لك عوده ميمونه ان شاء الله ونورمالمون راهم بداوا يفتحوا راه المسارح بداوا يفتحوا وان شاء الله كما يقول لك المسرح الجزائري يعاود يولي والمسارح بداوا يتفتحوا وراح نكونوا كما يقول لك من الاوائل في المسرحيين وان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. هي صراحه لما اعطونا يعني الضوء الاخضر لنعود الى المسرح والاشاره باش يكون فيه شويه بيبليك هذا هو الحاجه الكبيره كاع هذه العوده الميمونه للمسرح الجزائري. اولا، ثانيا عانينا مده 8 شهور ولكن احنا ما حبسناش هذا هو المشكل كنا نخدموا بالتخبيه نخدموا في كانوا غلقوا علينا المسارح وغلقوا مع الكوفيد وكذا كنا نريبيتي وحنا ما حبسناش مده يعني 8 شهور هذو كل عندنا كل شاك شهر شاك موا عندنا 15 يوم ريبيتيسيون بعد نريحوا شهر ونزيدوا نعاودوا شهر على هذيك اللي لحقنا لهذا الشيء هذا الحمد لله نقول اليوم انه تنفسنا القليل من المسرح في المسرح الوطني الجزائري ان شاء الله نتمنى انه سنه 2021 عوده المسرح وعوده كل النشاطات مختلف المسارح والتوزيعات وتعاود تولي الحياه لانه نقول الحياه بدون إذا كانت هذه آراء بعض ممن حضر العرض من الممثلين وأيضا من الجمهور من الطلبة ربما النقاش كما قلت ليس فقط مسرح اليوم نتحدث عن السينما عن المسرح عن كل المجالات الفنية والثقافية نبدأ معك أستاذ حازولي عندما نقول فداتك أيضا بعد تنصيب اللجنة في جوان الماضي يعني لحد الآن اللجنة لم تستطيع ربما القيام بعملها كما يجب في ظل كورونا عجبني تصريح كنت أدليت به الشروق اليومي قلت نأمل أن نتعامل مع المنتج كشريك كمبدع وليس كتاجر بالضبط ماذا تقصد بهذه الجملة؟ يعني هذه الجملة فيها كل ما نفكر لا واضحة 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 وفهمتها لأنه في النهاية المنتج تاجر يعني يجب أن يربح لا ما خاطر كاين ربح وكاين ربح مفيد نعم للجميع فهمت باسكو كاين ربح للربح ولكن احنا نتكلم على ثقافة نتكلم على السينما نتكلم على تاريخ نتكلم على ماضي على حاضر على مستقبل فالمسؤوليه كبيره أما اذا نشوفوا السينما كمصدر مدخل للدراهم والفلوس وش نربح وش ما نربحش نظن الرؤيه الاولى لابد ان تكون بحته ثقافيه اجتماعيه خدمه لثقافتنا ولمجتمعنا وعندي حاجه نوصلها Je veux m'exprimer, je fais un film, c'est pour dire quelque chose. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Mais à partir du moment où il y a un scénario qui est... Parce qu'un film, c'est une série de compétences. C'est un monde autour d'un film. Il faut voir les génériques de fin, les grands films. C'est 300 à 400 à 500 personnes qui sont autour de ce film, qui travaillent autour de film. Ou il y a qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, qui film. راي سور لو بلان تاع المداخيل يعني شوفي قداش الميتيي قداش مختص كي تورن اوتور دو سو بروجي سينيماتوغرافي دونك تعامل معاه كشريك خدمة لأهداف معينة فوار دي زوبجيكتيف كونت كي ندير فيلم أنا واش حاب واش حاب نقول واش حاب ندير لابد ان اخاطب المجتمع بلغته لابد ان ان ان, أن استلهم من 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 ثقافته فعده امور دي سيناريو كي نوز اريف اي بي لا سي كيلكو شوز دامبورتون لو فدا دي نو في كون اد دا لا برودكسيون
يعاون انطلاق فيلم مش تمويل تام مش تمويل تام تدعيم لعمل معين بعض المنتجين فهمت يستنوا من الوزارات تؤملهم الى 80% وهذا ربما سمحني هنا ممكن يفوت تروفي دوتر ميكانيزم ونيفو دي مسالا كولتور احنا قاعدين نفكروا في هذا الجانب وحتى الكورونا ما حبسناش يعني من اللي بدا الكورونا واحنا كل الاجتماعات درناها وخاصه رانا جيري لو باسيف يا باسيف انورم دي فيلم كان حبسوا بار لو كوفيد لازم الافلام ينطلقوا المفاجاه هي جايه بوكو دو فيلم فان سورتير ولكن شوف المشكل وين ما اونو دي يفودري فير رامني لو بوبليك او سينما ما جو دي كيسكو دو تري امبورطون يفو رامني لو سينما او بوبليك فرمني للسال دو سينما يعني لازم الجمهور يلقى روحه في الافلام المنتجه وهنا نربطه باسكو الانتاج كما قلت فيه في مداخيل باسكو لو بيي لو تيكي دو سينما اليمونت يغذي الافلام منين تجي المدخل وزيد الثقافه بصفه عامه ماشي مثل وزاره الثقافه وحدها الافلام والسينما والمسرح هي سي المستاد لانتيريور سي الولايات سي سي لو توريزم سي تو افير دو تو الموند وزاره الثقافه طبعا هي المصدر الاساسي اليوم ربما استاذ حزولي المسؤوليه مضاعفه لانه الان في كتاب الدوله مكلفه بالصناعه السينماتوغرافيه يعني فيه جديد يعني فيه جديد وفيه برنامج مسطر وفيه عمل قاعد دراسه عميقه لتغيير خاصه تغيير الذهنيات تغيير المفاهيم لكن هل هذا سهل تغيير الذهنيات والمفاهيم كانت قالت خديجه مزيني فكره مهمه احيانا نفس المنتجين نفس المخرجين يتحصلوا على دعم في داتيك كيف تعاملتم مع هذا الوضع عند الحق. وهنا وهنا كان العمل تاعنا بدا من هنا اولا فيه اطارات في افكار جديده وباش ديري افكار جديده لازم اساليب جديده حتى الاعمال التي درسناها يعني في مفاجات في 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 شباب عنده افكار رائعه حتى اذا ناقص في الناحيه التقنيه او ناقص في كتابه السيناريو او ناقص في مجال معين فلا بد ان يشجع on a bien reçu il y a des auteurs qu'on a reçu qu'on a discuté معهم وهذا ما كانش معمول به في السابق il faut discuter avec les jeunes scénaristes il faut discuter قربوهم لينا باش نفهموا ويفهمونا وكي نتفاهموا هذا يخدم السينما وهذا كتابه الدوله للصناعه خاطر نقولوا الصناعه كلمه كبيره ولكن نوصلوا لها باراده الجميع و il faut instaurer d'abord une base الصناعة ما تجيش هكاكا لازم قاعدة صناعية حتى نصل للأهداف تاعنا وين حابين نوصلوا؟ حابين نوصلوا إلى كما البريزون لا ريبوبليك تكلم على 20 فيلم 20 فيلم في السنة يعني لو كان مقترح الوزارة هو كان مقترح الوزارة وفقا لمجلس الوزراء لا يعني سياسة البلاد حبيت نقول أنا يفو كون أريف أفان فيلم أفان فيلم سوف يدير يورا تو الموند فترافاي أوتور فهمت اي بي لو سينما ولكن هل هذا ممكن عمليا استاذ حزولي لا على المستوى التقني ولا على المستوى هل هذا ممكن تفضلي خديجه انا من قبل سقسيت استاذ قلت له انتم باردون الفداتيك ماهوش اسكو هو الممول الوحيد قال لي لا لا قال لي سي تيناد دونك ا سومون لا ايه على خاطر كي يجي ان برودكتور يل دوموند باغ اكزومبل الفيلم تاعو يبا كوتي 15 مليار وفداتيك يعطيه 3 مليار ما راحش يبا با كوفرير لو فيلم تاعو C'est clair. Donc, où est le sponsor? Les sponsors, c'est de l'arco, oui. Ils dépassaient les limites, disons l'homme. Les sponsors, ils lui demandaient des personnes spécifiques. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, ou mais ils ne sont pas professionnels. Mais ils ne sont pas professionnels. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des يا حرام هي ماشي ديما وراهي الفن وراه الثقافه في دون تو سا والمنتج يقبل هذا برك يعطيه صار المخرج علاه يقبل ثاني المخرج لازم يخدم خاطرش ما كاش بزاف الانتاج المخرج لازم يخدم لو كان عنده لو شوا يخير مع من يخدم اللي ما عندوش لو شوا علاش خاطر هذوك الممولين راهم يمدوا اللي يحبوا دون تو سا دون لافير ماشي البروبليم تاعي وراه سيك علاش اون في با كيما الفداتيك ما يديرش صندوق وين هذ الممولين كامل يولوا يحطوا دراهم في الصندوق تاع الفداتيك والفداتيك يدير لجنه واللجنه هي اللي تحكم لمن تمد ديبوندامون دي سيناريو بصح ماشي كاين لو سمحتي خديجه صح ولا لا لا استاذ لجنه في الفداتيك هي اللي تحكم اس مومون لا الناس كاع تخدم
لي كوميديا كاع يخدموا، المخرجين كاملين يخدموا، يولي للجمهور الجزائري لو شوا الذوق والرقي في الـ في الـ في الـ التفاعل. خديجه لو سمحتي، اعتقد ان فيها عده ربما امور نقدر نناقشوها لو سمحتي اسيا. تفضل فيصل. اولا كل ما يصل الى الصندوق الدعم السينما مش بالضروره يعطى له الدعم، لان كاين بعض السيناريوهات ما ترقاش باش تدعم من قبل الصندوق، هذا اولا. وهنا يدخل في الحسبان ضروره ان تكون هناك شفافيه، يعني ترونسبارونس، يعني ان الصندوق الوطني للدعم يبرر بعض الشيء، ولا يقول، ولا يكون عنده موقع الكتروني ولا صفحه في الفيسبوك ولا اي شيء يقول علاش الفيلم هذا والفيلم هذا. لان الناس بزاف الناس معنا مؤسسه على بالها يجيو مخرج مبتدئ، ولا على كل حال احنا ماذا بينا يكون عندنا بزاف مخرجين في الجزائر، يعني بمجرد انه يوضع السيناريو عند اللجنه يقول له خلاص انا نجيب الدعم تاعي، لو كان ما يطلبش الدعم راهم يديروا في المحاسبه محسوبيه ويطلبوا الجماعه وصحابهم الى غير ذلك. استاذ حازولي، قول لنا البرنامج ايضا فيه فكره مهمه، انت تحدثت على حصيله سابقه، يعني حصيله لربما اللجنه السابقه اللي كان يراسها احمد بجاوي. فيه اشاعات، فيه معلومات خرجت من اللجنه تقول انه في سيناريوهات رفضت او في سيناريوهات تم قبولها من اللجنه السابقه ثم اللجنة رفضتها، هل ممكن توضيح؟ خاصة أنه كثير من المخرجين يعني تواصلوا معنا يسألوا سبب الرفض، لماذا؟ ما هي المعايير؟ نعم. لا، هو يعني باش نوضحوا الأمور، اللجنة السابقة دارت العمل تاعها كما ينبغي، يعني ما ندوش حنا مو جيني با لو دروا دو بارلي دو كوميسيون تاعو بيان ويستان امي خويا كان في يوسطهم في جمال بون ايزون في سكي وخدموا في ظروف صعبه اتونسيون يفو با لا لا رانا في الجزائر صح. رانا في الجزائر يفو با نخرجوا من لو كونتكست اللي رانا عايشين فيه يعني الوضع عام والسينما ماشيه مع كل الاوضاع طبعا. لماذا نريد ان السينما ولا المسرح ولا فهمت ينجح هكاك صدفة؟ لازم هي منظومه كامله. نعم. فلا بالنسبه للكوفيد يعني كل درسنا دي فيلم كان ايتي بلوكي بار لو كوفيد اي بي اي فودري كو اللجنه تدرس يعني بيان كوم يلفو لو بلوكاج دو بروجي بارابور ا سيت ايبيديمي، مي تبقى داخله في نطاق الكوفيد. فودري كو لي ديبونس كي اون ايتي فات، يا دي جيستيفيكاسيون افير. الخوف على بالك سي محمد لو سمحت، الخوف ان الكوفيد 19 او كوفيد 19 يولي ذريعه شماعه نعلق عليها. هذه ذكاك سبقت كلامي. تبقى كما قلت انت هذاك كله الكوفيد كل حاجه حصلوها في الكوفيد. الكوفيد لقاو الحل، ولكن بون معايا يمكن لي مامبر دو كوميسيون تسعه اعضاء يعني الحق ممتازين، كفاءات عليا صحيح. كفاءات عليا يعني فريمون ما شي ساتيسفي دو سيت كوميسيون، دابور الجراه والشجاعه باش نغير، لان نحن كاين وضع لازم نغيروه ولا لا، كما كان تكلم عند العقل كلام فيه حنا راه غير 6 اشهر هذا مازالكم عام ونص العهد عامين. لا مش هذا هو المهم، اون بو فير بوكو دو شوز اون بو دو تون. اذا كانوا ملاحين يقدر يبدل بوكو دو شوز، اذا كانوا بون ايكيب اون شونج با اون بون ايكيب دونك سا ديبون لو كاي تشارج. لا نجموا نديروا حاجات مهمه جدا في وقت قصير عندما كون كل واحد في مكانه. اكزاكتومون فهمت، فوق كل واحد يكون اختصاص متكامل، لان انا اعتبر في اللجنه سي دي كومبيتونس يعني كي سو كومبليت. حتى نوضح فقط للجمهور اللي شاهدنا المتابعين اللي تشاهدوا الشروق نيوز الان، اللجنه مهمتها استشاريه وليست تنفيذيه، يعني انتم تقدموا توصيات. أيوة. تفضل استاذ. حنا نقدموا اقتراحات. نعم. باسكو لا يفودريك سوا اون فورس دو بروبوزيسيون فو اريفي باش انا علاش قبلت، انا ما كنتش نظن مخرج 50 سنة نص قرن من العطاء، فما كنتش نظن، وقلت أنا كنت جيتي لونا دي سي أو ديبار كنت في ثم فهمت بلي جو سوري جامي دايرير أن بيرو، ما نجمش نكون ورا مكتب هذا. لكن سيتي لو بون مومون، سيتي لو بون مومون، سيتي لو ديبار. أبارتي دو لا كي عندك فكرة ورؤية كيما هذه وقبلت أنا المهمة هذه لأهداف معينة، باسكو سي جو با أبورتي أن بلوس ما ندخلش ونفس الاهتمام
ونفس الاهتمام تاع الاعضاء كاملين بور لو سويفي ميتون اللي يحط دو لو بروجي تاعو يعرف الدات دو ديبو حتى لين يخرج يورا سويفي شحال دراسه الوقت تاعو يورا شحال تريحوا باش درسوا لا قاعدين ندرسوا في الماضي في الماضي 70% يعني ملفات معطله في لا تخمم في 6 اشهر 40 بروجي طيب ما السبب انه خرجت اشاعات قال والله المخرج الفلاني قبلوا له الملف سابقا ثم والله خلاص رفض لا لا كاين مراحل كاين مراحل كاين انتاج قد يعني فصل فيه كل شيء ولكن في عندك نظر في التركيبه الماليه خاطر باسكو اون ايتودي با اونيكمون لو سيناريو يا اوسي لو مونتاج فينونسي تاع البروجي هذاك دفتر الشروط وكاين بعض الملفات مش كامله كاين دي دوسي وي موك دي بيس اسونسييل دي بيس ميتريس تاع باش يقبل كان واحد يبعث لك مثلا ان دوسي سون تكنيك وكل شيء سون بلان دو ترافاي ما تقدرش عندك بور فار مونتاج تبرير للميزانيه ايضا بلان دو ترافاي سينوبسيس عندكم الحق سي محمد لو سمحتي اشياء في متابعه التمويل مثلا انتم تعطيوا 4 ملاير ولا 3 ملاير لا ما يتباعش هل الصندوق يتابع التنفيذ الاموال هذا هو المشكل يا فيصل لو في داتاك يتبع الدعم الذي يسلم او الذي ملايير التي سلمت للافلام شنو نعرفوا وين تروح كاين افلام ما على بالهمش اصلا قبل سامحني استاذ برك حزر لي فيصل كان في افلام اللي حصلت على الدعم وهي انتاج مشترك اجنبي ولم نشاهدها اصلا ولم تخرج القاعة فوضع يعني دراهمهم يخرجوا من صندوق تاع الدوله ويزيدوا من الخارج يعني والفيلم يخرجوا. الدوله ما عندهاش حق الصندوق تاع الدوله راه يفرغ وما كاش يعني لا هي المتابعه لابد منها هذا ما يجب ان يكون هل قانونيا هذا ممكن الان لا لانه في حديث عن دفتر شروط جديد في دفتر شروط اليوم قاعدين درسنا غيرنا صافي قداها اكثر من 3 اشهر وحنا قاعدين نشوفوا الريغلمون انتيريور تاع 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 القانون الداخلي اللي يتماشى مع لابيل بروجي هاو فوق المنتج يعرف كيفاش يقدم المشروع نتاعو كيفاش يكون تام جاهز والمسؤوليات اللي عليه هاي هنا نقطة المسؤولية الجزائية المسؤوليات اللي عنده خاطر علاش هو الدعم ويديه بارترونش ما يديش دعم بارترونش يعني سويفي يا دي فاكتور دي جيتيفيكاسيون تقول ما ما دو كان ماشي كيما زمان في في المسرح في زعما في متابعه دقيقه في فيه قدم ومن بعد يسوم يا وحتى على الاخر خلاص الفيلم يفيزيوني Avant les vidéos, absolument. Est-ce que le scénario est c'est une sorte de censure ou la vision est juste non, non, c'est le respect. Non, imaginez demain vous ramenez Dibi un scénario ou de quoi film Ah, le scénario. Moi j'étais censuré enfin خلينا ساستينا انا على بالي انا على بالي سيت انا تصير انا على بالي وين سانسور مسلسل لفات الحاليه كي اي تي زعما قبلوه اللجنه اللي من قبل ومن بعد كي جيتو نتوما رفضتوه اسكو يقدر يعاود يدير ان رابيل ولا فوالا جايك فوالا دركا مش قبلوه حنا رفضناه مش بالبساطه هذه دركا كاين دي سوجي كنا نزادوماندي اون ريليكتور إعادة قراءة لأعطى رأي مش باش نغير باش أعطى رأي في نقطة نقاط معينة سي تو مي حنا أوني با أون كوميسيون باش ترفض حنا ماذا بينا نقبل أكبر عدد باسكو فوق اون اريف ماذا بينا يتيحوا عندنا دي سيناريو اكسيلون بور كو لو سينما ديمار ولكن انا نقاطعك استاذ حزول نحب نكون لسان حال المخرجين والمنتجين يعني السينما اللي عم يشوفوا فينا اليوم في اسماء حبينا ولا كرهنا دائما تتحصل على الدعم اسماء معينه نعرفوها كل تقريبا سنويا تحصل على الدعم لماذا ما هو المبرر هل المبرر عفوا فقط فيصل هل هو جودة السيناريوهات المقدمة هل ملفاتهم يعني قوية
صحيحة وقوية، لأنك تحدثت عن ملفات ناقصة بصراحة. ما السبب؟ سبب ربما الشرعية السينمائية أيضا، يعني اللي هما منتجين قدم منتجين منافذين قدم. لو سمحتي، هل اللجنة مستقلة تماما بقرار تحت؟ هذا ثق بلاري مستقلة تماما. هذه لجنة السيد حزر، وخاصة نرجع للسؤال. ويوارد the grand surprise agreeable، مفاجآت مفاجآت، لأن هالنقطة تاع الإمام والإمام سيناريو إن شاء الله أستاذ، هل نتهنوا النشاطات الرمضانية اللي نشوفوها في العالم؟ نومي صح، نشاطات أنا نعيط لهم نشاطات رمضانية، ما عندناش مسلسلات. شوفي برك هذا التلفزيون، أنا نربطوا التلفزيون بالسينما، ما عندناش أفلام تلفزيونية للناس تشوفها وتتفرجها وتفيد الجمهور. هو عندنا نشاطات تلفزيونية خديجة، هو كل عام تتعاود. هو التلفزيون موضوع آخر، فهمت؟ التلفزيون موضوع آخر، هو موضوع مهم جدا. هي كيف رحنا على السينما، وربما إن شاء الله يكونوا بزاف إن شاء الله يا رب، وربما إن شاء الله الكوميديان تاع المسرح تاع التلفزيون حتى تاع انستغرام تاع الفيسبوك كامل نخدموا. كاين البوت دون لو سينما سي دو لو فير سورتي من الجيري، اي سي ا بارتير دو لا لورسكون فا دون دي فيستيفال. Et lorsqu'on voit ce film algérien, que demain cette agence vient vers Khadija, vient vers n'importe quel comédien. Et c'est ça, et c'est moi je pense que c'est ça l'industrie. Avec cette Hazel Lilium, qu'elle nous fait si bien. Allez-y. Du coup, nous allons regarder. Nous allons regarder beaucoup. Il a tant donné. Il a marqué la télévision algérienne, c'est Mohamed. سجلوا بال يعني هذه مقدمه للسؤال. مقدمه للسؤال، خايف بك على السؤال. ما تخافش محمد، اعصاب واوتار شوفوا عليها كاع نشوفوها. لا بالو تهزيه معاك على بالك، راه غير مرحبا. سي محمد، حتى انا سؤال بك بسيط، مفاجات قلت لنا مفاجات، شنو هما المفاجات؟ فوالا فوالا، او مفاجات اسيا او سؤال. لا شوف، فيه نقطه ثانيه مهمه باش نرجع لخديجه. لا تيليفزيون فيزي دو سينما Avant, plus maintenant. La faisait des cinémas, faisait des longs métrages. Moi-même, j'en ai fait 4 films longs métrages. Et mes collègues aussi, Berti, Ftissen, Laïd Kouroubakhir. Tout le monde travaille. Chouf, il y avait une génération. Une génération Rahim. Yani, qu'on s'est mis, on m'a dit, Badi, Allah, Yerham. Chouf, c'est du cinéma dans la télé. Qui reste aujourd'hui le repère du cinéma algérien. Chouf, il y a tout ça que le Moustawa. أين كان يحلق التلفزيون الجزائري؟ بس على التراجع هذا. أنا جاي. خلوا أثر. هادو تاع اليوم خلوا أثر. ماشي كاع ماشي كاع. كل عام كاش أثر. كاش أثر. طيب، بابا نهربوا بما يروحوا الناس. جاوب الأستاذ حزالي فيصل كمان. المفاجآت. مسلسلات وأفلام. هو المفاجأة ما هي؟ لا مفاجآت يعني. هي مفاجأة ما يمكنش يقولها. لا 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 باختصار يعني سي با بور احنا باش نبني على الشيء اللي تبناه من قبل. بابا ديرك احنا جينا راح نغيروا كل شيء، وحنا راح كاين شيء دار قبل يعني فور كونيتك يا يو دي ترافاي كي تي في كي تي في بار بار لي كوميسيون بريسيدون. احنا راح ربما كاين اخطاء يخطي غير اللي ما يخدمش اللي ما يعملش، هذاك اللي يخطي. ولكن احنا كي جينا وشفنا الوضعيه كعام كيسكو، انا اول لقاء درته مع وصلنا 10 ايام من بعد نوتر انستالاسيون، انا ريغروبي لي برودكتور في لقاء غير رسمي، مليح حابين نسمعوكم، وان كان انا عندي خبره ونجم، ولكن حابين اون لي زارو كروبي. يافي جعفر القاسم، يافي حجاج، يافي 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 داروا بعدين جمعيه، جمعيه من بعد داروا جمعيه. قلنا لهم حنا اورغانيزي فو سي بيان، اورغانيزي فو، ديروا جمعيه تاع الممثلين. شوف في مصر نقابة الفنانين ما تنجمش تمس فنان ممثل، ما تنجمش ممثل ما تعطيش دوره. هنا ربما ما تنجمش تخدم ممثل ما جايش هذيك اكسبيريونس خارج المجال، وما تقدرش لازم تصريح تخدم ممثل اجنبي سي سيت كوميسيون نو سين با. اي موا جي اي سيت اكسبيريونس اي جي دو اتوندر دو موا باش النقابة تسني عليا كجزائرية باش نخدم في
ميم با فيلم سي دون اون بيس دو تياتر سي لي نورم دو سينما في مسرحيه في تونس ميم با اون ايجيبت تونس في تونس جو بارل ميم با دو دو يعني جاره تونس يعني يعني باش نقول لك سيت اورغانيزاسيون الي بريمورديال كسا سوا للممثلين يعني الفنانين يخلقوا نقاب على ما خلقوش لازم احنا وفاي ترافايي نروحوا نروحوا طبعا لهذا الموضوع نروحوا فيصل هذا الموضوع المهم جدا ولكن قبل ما نروحوا لموضوع النقابه اللي اكيد بما انه تونس هنا راح نفتح مع هذا الموضوع نروح لخديجه مزيني تحدثتي خديجه على وضع على ربما تحدثتي على منتجين يستعينوا بناس من خارج مجال التمثيل ربما استضفت هنا في البرنامج كثير من المخرجين يدافعوا على هذا الخيار هما يشوفوه مواهب بغض النظر على انهم ممثلين بالاصل او خريجي معهد او خريجي مسرح خديجه مزيني تحدثتي على رمضان على انتاجات رمضان طبعا ككل سنه هذا العام ايضا انطلق تصوير متاخر جدا هل خديجه في عمل رمضاني معين هذه السنه هل حنشوفوك عندي دي بروجي مي جو بريفير لي ليسي كوم سوربريز اليوم عدد المفاجات انا نتحدث على نشاطات هذو لي بروجي تاع لي برودكسيون رمضانيسك نشاطات رمضانية سي دي سكتش سي دي كاميرا كاشي ماذا ينقص 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 مسلسلات وافلام تلفزيونية والدراما كما قال الاستاذ اللي كانت بكري اللي خلات اثار مش فقط في رمضان على مدار السنة على مدار مانيش نهضر على رمضان انا نشاطات رمضانية ما نهضرش عليها نشاطات عابرة ما نهضرش على نتوسكية مناسباتية فقط رمضان 30 يوم والعام كامل ما كاين والو واش كاين سي ان بروبليم راه الفن ودوكا دوكا دقيقة ودوكا لحقت وين الجزائر قارة حبست في سيت كوم سيت كوم يعني الجزائر كامل سوات سيت كوم حنا بكري حنا 1975 اون اي لو بالم دور كيفاش دركا اون 2020 الجزائر ولات حبسة في سيت كوم هي المنشور منشور منشور خديجه منشورك خديجه مزيني على الفيسبوك على هذا الموضوع فيه ناس قراتوا انه ممكن كيت حتى الى عشر العاشر جو فيس بيرسون اسيا انا كي نهضر نهضر بصفه عامه شوف تعليقات يعني زملاء انا فنانه انا حره في في, في الهضره ديالي واش نقول انا جي لو دغوا دو 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 ميكسبريمي سي سي دو لا طبعا وي الوغ انا نهضر نهضر بصفه عامه يعني الجزائر الجزائر سويت سيت كوم برك حاشا ولا باسكو الجزائر حبست في سيت كوم تهضر على 10 10 يعني في تروح ابعد يعني جي ديجا ريبوندو حابه تقول تروح ابعد جي ديجا ريبوندو انا راني حابه اعمال دراميه كبيره اعمال دراميه كبيره كيما كنا بكري للناس عندها لو شوا تشوف تشوف هذا المسلسل ولا تشوف تونس ولا تشوف خديجه ولا تشوف لهنا بصح خديجه بكري بكري كان عندنا لو ام بي اتش فين لو ام بي كي كان عنده لي ستوديو لي رياليزاتور كامل يدوروا تما ولي كوميديان كامل تما سي بيغ على ليبوك يجي كل ام بي دوكا كاين المركز الوطني دوكا كاين لي برودكتور تونس ولينا ولينا الهضره دوكا كاين لي برودكتور جوستومون لي سبونسور اللي راهم يمدوا بالوجوه هي دون با تو الموند وي مي لازم شي حاجه سي با بوزيبل لا سمحتي خديجه خديجه لو سمحتي يعني باش اخوان المشاهدين يفهموا تقولي كاين نشاطات في رمضان ولا انا كانت مسلسلات واشياء ناجحه بالنسبه للجمهور لان الجمهور بالنهايه هو اللي يحكم كل واحد يحكم على اسكو يعني في رايك انت اسكو لي سبونسور لي سبونسور هذا الممولين يعطيو اموال هما لم يقروا في الانتاج الفني في الجزائر بيان سور بدك هما اللي اختاروا هما اللي هما لم يقروا بصح هما لم يقروا يعني اي سونت الي بلو لوان يعني اي شوازيس شكون شكون تحطوا شكون انت كمنتجه تحطي كوم كوميديا باش نعطيك سبونسور طبعا هذا لا يعفي انه المنتج ايضا عنده سلطه وقرارات كاين منتجين يعتبروا ممثلين ورق ورق رابحه ويعتبر ممثل اخر ربما مش الان تغيرت باسكو لو كوتي سبونسورينغ لو كوتي سبونسورينغ سي توت افي نورمال كي شوازي سا ستار تادير هذه ماشي غير في الجزائر كوميرسيال ماشي غير ميم سي تو فا ميم سي تو فا على ليترونجي هي الواجب انه المنتج يرفض واش خدمتو لا
أنا كلمة النجومية nous avons de très bons comédiens et de très bons comédiens qui sont aimés par le public parce que le but c'est le public. C'est pour ça que je dis qu'il y a des stars. C'est le public qui décide. Moi je sais que moi j'ai été une fois avec Biyuna et avec d'autres comédiens à Paris et ben je vous assure qu'ils les ont arrêtés. J'étais à Bruxelles, ils les ont arrêtés. Nous avons des têtes d'affiche. Maintenant le côté star, il faut avoir un hélicoptère, il faut avoir un jet set, il faut avoir tout ça pour être une star. Nous on parle pas de ça. Nous on parle d'une tête d'affiche qui est reconnue lorsqu'on sort à l'extérieur. Comment peut-on créer une star, le star system, qui existe à Hollywood? Beaucoup d'argent. Non, il faut beaucoup de films. Il faut beaucoup d'avions. Il faudrait. بلا سي اون ندخلوا في الجانب التجاري تاع 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 يفو كو دي فيلم كي رامين اوسي بيان سور يفو هنا شباك تذاكر عائدات والناس تشوف كلمه تكلمت خديجه على التلفزيون في واحد الوقت كي جاء رمضان بار لا موديست اكسبيريونس كو جي الاخوات يلاه يذكروا بالخير نزون دو غران ديكتور جينيرو الوقت هذاك هجرت الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نجيبوا الافلام الدينيه من الشرق يعيط لي سي سي قال لي فوالا مع بجاوي الله يذكره بالخير اسكون بو رياليزي سو فيلم كنت ظافر الصابوني ظافر الصابوني مختص في الافلام الدينيه في الشرط كامل قريته سيناريو رايع واش يقولوا في الشرط يعني وان كان احنا نعقبوا في الانتاج تاعهم وهذا واجب تاع بلدان شقيقه نعقبوا الافلام قدام الافلام الجزائريه عقبوا في التلفزيونات تاع 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 الشرق ما نسميش انا البلدان كداش عقبنا اروك نو زافون ديكسيون اتونسيون لا كاليتي اكزيست اي لو ديالوغ اوسي لا كاليتي اكزيست نو زافون دو تري غران كومي نو زافون دو تري غران تكنيسيان وي مو جو مارابيل فهمت سي سي دي نون دي زيكول بيان سور عادل نور الدين الله يرحمه كان معاه يوسف الصحراوي كاميرا مان بيان سور اللي قدموا لو بريمي فيلم لا لوي ابار دو سولي تاع بديع نو زافون دو غران انجينيور دو سون نو زافون دي تكنيسيان اور نورم مي تكنيكمون بارلو مونسيور اون نو زافون توجور اي une grande stature et ça s'est reflété sur le prix qu'on récoltait à travers le monde. Aujourd'hui, elle est où la relève? La transmission. Voilà. Le problème, la relève, elle est où? Là, maintenant, on va passer à une autre phase. Là, attention, le mesoulier est à l'optatique, il m'a ouvert la flamme. Il y a beaucoup de scénarios que nous recevons, que nous avons étudiés, qui sont de nature de télévisuelle. Télévisuelle. Allez, si Mohamed le Samah, tu as dit que tu as écrit ça. Il y a tout le monde qui a dit que tu as écrit le scénario. يعني أليس من الأجدر مش هي مش مهمة تاع الصندوق لا سي محمد حزول إنما مهمة الجميع ذهاب نحو ما يسمى بورشات الكتابة السيناريو سكون أبالي ريزيدونس ولي زاتولي ديكريتور لا لازم نتواصلوا لأن السيناريو مشكل كبير في السينما الجزائرية وعلى بالك سي محمد كاين كثير من كاين ثاني مشكلة هنا في ورشات الكتابة لو سمحتي أسيا لا الكثير من الأفلام ما يديوهاش للمهرجانات الدولية لأن السيناريو تاعهم ما يردش على الكريتير تاع السيناريو على كتابة السيناريو والشيء الثاني سي محمد تحدثت عليه وخديجة على الموضوع تاع التسويق المنتوج الفني الجزائري
كاين مشكل في التسويق المنتوج الفني، كنا نتحدثوا منذ لحظات على موضوع الجزائر والاوسكار، وكيف ان الفن يذهب للاوسكار يعني يتعاملوا معاه كان شيء زائد او تافه، رغم ان الاوسكار ولجنتها عندها عدد كثير من الشروط باش يوصل الفيلم على ذكر فقط الاوسكار. قبل ما يرد عليك فقط استاذ حازولي، بالنسبه للفيلم هيليوبوليس على اساس كان المفروض يرشح بعد الغاء العرض الاول لاسباب كثيره، منها أن القاعات مغلقة، يبدو في حل وسط أنه تقدمت اللجنة هنا في الجزائر بمقترح أنه يرشح لأوسكار 2022 وعليه في 2021 يقدم عروضه بصفة عادية على أساس أنه راح يكون في 2022. شفنا تجارب مسلسلات لوين جابت ممثلين مختلف الولايات، لاحظنا أنه في عائلة واحدة الأب يحكي لهجة والأم لهجة والدراري لهجة، حتى ما فيش اشتغال أيضا على هذه الفكرة، فكرة لهجة اللغة الدرامية واحدة اللغة الدرامية مهذبة. وكي تعاودي الإشكال، اسمح لي أخي فيصل، كي تعاودي لبس الأخضر أخضر، قلت لك نورمالمون رانا لان نورمالمون راني خالصه راني كرونيكوز اليوم. كي نهضروا على اللغه سما كي تخرج من الجزائر لازم ثقافيا شاب خالد لو كينغ هو انا جو لو فيليسيت بوركوا باسكو إلا سو ابورتي هاد اللهجه الجزائريه فيغ لو موند اونتي. حنايا وعلا نفهموا المصريين باسكو ملي كنا صغار لا تيليفزيون الجيريه لا في كيسا غير الفيلم تاع مصر دوكا دوروها لا تركي tout ça, bientôt nos jeunes ils vont parler que turc en Algérie. Chinois aussi. Bon. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort déjà avant pour que cette langue ou cette culture algérienne puisse partir vers l'avant, parce qu'on a toujours voulu être là. C'est normal qu'un allium, le Mansaré, ne donne répondre l'eau, malgré que à côté de la plaque, là, qu'il ne donne répondre l'eau, où nous fermons, ou où il dit, on a là, FM comme, on a dit, ben, laisse me te faire là, les nous, l'arabie, t'en as, n'est pas t'en as. والله غير ولا فهموا شويه روميه دركا الدارجه تاعنا شوفي مثلا نزول مره في مهرجان في مصر كنا جالسين كذا في مقام كان فنانين كبار معروفين المثاروه وكنا ما عرضونا ثم ونيتي بو بريباري البانوراما دو سينما تاع قسنطين الفامي البانوراما رحنا باش نعرضوا اللي عاودت رجعت وزادت توقفت شاهين ان شاء الله يعاود يرجع رجعت في قسنطين عاصمه الثقافه العربيه ثم عاودت حبست ناض واحد من الحضور ممثل معروف وكذا كل شيء يعني وبدا يقيس في قيس في الـ في الـ في التريق يعني كما باللغه نتاعهم بعاد على اللغه العربيه وما نعرفوش نهضروا علاش درت الهجره انا تعرف شوف كي كينوض كشرود الله يرحمه وي تري بيان شريت بن قطاف داير الدور تاع ابليس تعبني دور ابليس دور سي لو بلان دراماتيك سي لو بلان جو سي لو بلان اكسبرسيون فهمت سي انكرويبل سي بيرسوناج كومبلي خيرت عليه وقت على الاول قبل ما ما ابليس قال لي خويا وعلاه زعما كيفاه قلت له انت ولا بن قطاف قال لي دي بن قطاف خير دي بن قطاف يعني بن قطاف اثقل ف كي خدمنا الفيلم هذاك استردا قلت له سي اللي طلع يتكلم على الجزائر وعلى اللغه العربيه قلت له دوك يتكلم لك واحد من البسطاء تاع اللغه العربيه لقد درستها حق دراستها فوجدتها من اتم لغات الدنيا واكملها اتقان يا سلام وان لم يكن فيها الا قراننا الشريف لكفى فخرا في الفصاحه عن كل اللغات كم اعشق اللغه العربيه شو قال لي انت جزائري قلت امال ايه محمد دقيقه فقط فيصل دقيقه رانا خروج رانا رحنا نحرروا في النقاش خلينا نرجع شويه فقط نرجع لك تونس على النقابه ونقشها معاك انت وخديجه وفيصل قبل ذلك نتحدث عن الوضع الاجتماعي للفنانين بشكل عام في فنانين رحلوا الله يرحمهم خلال الجائحه وقبل الجائحه يعني وكان وضعهم الاجتماعي فعلا وضع مزري يعني وش ماذا يجب ان تقدموا انتم ايضا كفنانين لبعضكم كيفاش تتهيكلوا كيفاش تتنظموا ونرجع لك تونس في احنا رانا نسيو نديروا يعني واش نقدروا نوقفوا معها نوقفوا مع الاخت عتيقه
ولكن جو بريفير هي نخليها هي المعنيه بالامر دير فيديو هي مجرد وتحكي لكم فقط خديجه يعني نعم. الامثله كثيره نعم. يعني تحكي لكم احنا نروحوا نطلعوا عليها احنا اونيلا نسمعوا لها نعيطوا لها نسقسوا عليها والحمد لله سوغيتابلي بو ا بو اما راهي في لوبيتال ان شاء الله بريز ان شارج ان شاء الله تبرد ان شاء الله عن قريب ان شاء الله مي حاجه واحده اخرى يعني nous les artistes on n'est pas très solidaires entre nous ما عندناش لا سوليداريتي ماشي كامل تري بو شفتك انت نضال كنت عملت يعني درت حمله تقريبا لويزا ايضا حفصه كاين راديه بنشير يعني في اسماء ليندا ياسمين كاينه نوال زعتر كاين الله يبارك مي ما نقدروش نديرو بلوس يعني ما نقدروش هي كانت في دارها كانت تعاني من الالم وداوها داوها دوك المستشفى الحمد لله داروا لها لو بلاتري تو ونقصوا نقص لها السطر مي جو نسي با دوك هاتي كاسكو المينيستير راح يعاونها ولا ما يعاونهاش هادي حاجه تخصها هي دوك هي تدي لكم فيديو وتفهمكم كان دارت لنا فيديو على لوندا مازال قالت لي قالت لي راح ندير لوندا ونهضر يعني كيف تكفلت فقط ما تروحش الفكره فيصل انا طرحت لك سؤال على العتيقه لانه هي كما قلت لك حاله ولكن الحالات كثيره كثيره نروح لتونس كان مشروع تونس مشروع نقابة كنا تحدثنا عليه العام الماضي نعم. في شكل ربما جمعية على الأقل أين وصل هذا المشروع خاصة أنه كان في أكثر من مبادرة يعني أكثر من مبادرة من مبادرة لو بروبليم كي سو بوز انسيان سي كو حنا يعني كي نكونوا في دون ان كافي تو سا نهضروا نقولوا يفو كون فاس يفو كون فاس يفو كون فاس من بعد الناس كي تهضري معاهم باسكو يا يو هنايا دي جون كي اون parler de c'est-à-dire hadrou ala ala le parcours يعني راح يديروه على النقابه هذيك ويقول لك نو انا مانيش مع هادو ولا مانيش مع هادي ولا انا جامي كنت مع هادي استدير حنا كلي هاد النقابه ولا هاد لاسوسياسيون راح نديروها تما ما حاش تهضر عليا ولا على خديجه ولا حتى تهضر علينا كامل يعني حتى ولو قلت اسم تاع اون بيرسون كلي راهي معانا كلي راهي معنا باسكو سي ان سول سوجي اون بارل دو 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 ان سول بروبليم هادي حيز برك اللي حبيت نفتحو سي با باسكو نقول بلي هاد الانسان معنا كو راهو خلاص مسني ولا مداير بطاقه ولا سي باسكو اون بارتاج لا ميم ايدي انا يا جون افي بارلي مي بون الله غالب يا في الكورونا جيتي اوبليجي دو بارتير شي موا انا تاني جي ما فامي تو سا اي لا جو سوي دو روتور جو في بروند كونتاكت يا اخي قلت لك بلي عندنا il y a une il y a le syndicat des artistes il existe monsieur voilà t'as le moi je m'en fous il existe et pourvu qu'il existe ولكن الفنانين تونس دوك نرجع لك فصل لكن الفنانين حابين ما حبيناش مستقله مش تابعه ما كاش مشكل انا دوك هاد السنديكا تاع لو جي تي ما نعرفهاش انا دوك ندخل اون كونتاكت مع هاد الانسان مع هاد لو بريزيدون باش نفهم واش كاين في هاد وعلاش نروح نخلق حاجه واحده اخرى الوغ كي يا دي يونا ديجا اون كي بو شانجي يعني كي بو شانجي دو ستاتو كي بو شانجي دو ديريكتيف كي بو شانجي دو جون يعني بوركوا اريتي كلكو شوز كون كوني با احنا اون نو كوني با لو سينديكا تفضل فيصل تونس كانت من ذاك المبادرات تؤسي على بالك في المده الاخيره كانت نقابه تاع التقنيين تاع السينما اعتقد ونقابه تاع الموسيقيين فتح رابيا فتح رابيا اللي نحييه وكذلك موسيقيين بجزائر العاصمه اعتقد انه حل الوقت باش في رأيي الفنانين يديروا نقابة مش نقابة واحدة نقابات نقابات التقنيين واتحاد الاتحاد ضروري لأن نبقاو لأن الشيء المحزن عندما يتعلق الأمر بالفنانين في كثير من الأحيان في شيء من التباكي وشيء من لازم نخرجوا منها ولازم نخرجوا منها والفنانين ذهبوا باسكو كوم اون ا دي ديفوار كوم اون ا دي زوبليغاسيون كوم اون ا دي دووا اون دووا افوار دي ديفوار اوكي يعني اسمح لي احنا انا اقترحت واحد الفكره قلت النقابه باسكو معمول بها في كل بلدان اللي قريبه ما نروحوش لبعيد حنا نسي توجور دالي لوا الوغ سي با بوسيبل ما تقدريش نروحوا باك اللي قراب علينا كاين نقابه وحده كاين نقابه وبعدك كاين فروع كل ولايه عندها سنديكا تاع النقابه الكبيره النقابه الكبيره هذه شكون سي دي جون تاع القانون تاع ممثلين ولا دي زارتيست اللي عندهم تجربه في هذا الميدان اللي يقدروا يتكلموا باسكو سي تري امبورتون
لورسك توي دون ان بلاطو تهضري على قانون الفنان ولا تهضري على ليطا دو الفنان، انا مش حابه نهضر عليه غير على لي زوبيتو ولا على الجور تاعهم تنظيم المهنه ايضا. يفو يفو كو سا سورغانيز يفو كي اي دي بورتور دو بروجي يفو با كو كون بارل جوست دو سوسيال سي تري امبورطون جو سوي كلير. في الموضوع هذا الموضوع هذا تحدثنا عن بطاقه الفنان، تحدثنا عن الفنانين اللي مرضوا. هذا اعتقد هو هذا عمل النقابه، النقابه هي اللي تحاور السلطات العموميه في موضوع البطاقه. هي المفروض مؤسسه في موضوع الفنان كي يكون مريض ولا راهي مريضه تقدر. حتى موضوع لي كونترا خديجه عقود العمل كي يكون الفنان اجور اجور عقود الحمايه اللي باغا نتاع، لان كاين بعض الفنانين ما يخلصوهم يعني تحت المستوى تاعهم وتحت القيمه تاعهم، وهذا كاين المستوى التحت يخلصوهم الفوق. سي بور سا كي فو اون اورغانيزاسيون، يعني كاين رجال قانون لازم نساء واقر رجال قانون لازم يكونوا معانا، كاين ثاني دي 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 انديفيدو كي كي اون دو ليكسبيريونس دو في هذا التنظيم، دي ارتيست سا دير اوني با اوبليجي داتر توس ارتيست بور افوار سو سينديكا. يفو كي يقضي التنظيم، يقضي التنظيم تنظيم كما راه الدنيا فوا ان شاء الله. تونس هذا موضوع مهم فيصل. الوقت 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 القاعده جميله والحديث شيق، لكن الفن ما عندوش جنسيه. نو ما عنده جنسيه، ما عنده بلاتفورم. تفضل تفضلي نبدا بالاستاذ. تفضل استاذ حازر لي كلمه تطمئن فيها اصحاب المشاريع اللي راهي موجوده على مستوى لجنه فداتيك، وايضا ربما فيه ناس تحوس على اكثر صرامه في منح الدعم، في ناس جديده تستفيد ايضا من الدعم مش نفس الاسماء. هو قبل كل شيء لابد ان نعرف بلي رانا دخلنا في مرحله اخرى. الجزائر تغيرت، العالم تغير. اما ان نواكب، اما ان نتواصل مع هذا، مع التغييرات، مع الحداثه، مع كل الجديد هذا، ونمشي معاه ونفتحوا البيبان. كما نعطيك حاجه بسيطه كما قلت لك كالسون لي بريوريتي باختصار فقط كذا. ماتناو بور ديبوزي ان بروجي ما عندناش دي دات ليميت، قال تجي من جانفي لفيفري خلاص فال الباب. نو فو بوفي موني لا كاميرا فو بوفي ديبوزي البروجي تاعكم عام كامل. فهمت؟ من بعد يلا دات دو ديبو كي في فوا، قال فلان هو تخرج وسوسرا افيشي سوسرا دون ان سيت. التواصل التواصل كامل ملي تحط البروجي دين يوصل للديليبراسيون، وعلاش تقبل وعلاش ما تقبلش. اي بي فو زافي لو دروا دو دوموندي دو فار دي ريكور، فو زافي دو دروا دات ريسو بار لا كوميسيون بور فو اكسبليكي. بارفوا العلاقه بين الكتابات ما تكفيش، لازم الحضور الجسدي تاع كل منتج. الابواب مفتوحه، الابواب مفتوحه، الابواب مفتوحه. شكرا جزيلا على الحضور، ان شاء الله في لقاءات اخرى. الحديث معك شيق جدا استاذ حازر اللي شرفتنا اليوم. خديجه مزيني كلمه ايضا، قريب رمضان، قريب نشاطات رمضان. نشاطات رمضان نعم. لا انا حبيت نقول يعني حاجه مهمه. نتمنى ان شاء الله، انا عندي عندي ثقه كبيره في العداله. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يطلق سراح احمد باي، الفيلم السينمائي احمد باي اللي خدمناه مع المنتجه سميره حجلاني. للفيلم ما عنده يعني ما دار والو للجزائر، بالعكس الفيلم خدموه الايرانيين، وحنا كلنا نعرف المستوى السينمائي الايراني. اوكي يعني الفيلم هذا خلوه يفيد الاجيال، خلونا نشوفوا هاد الايرانيين السينما اللي واش جابوا واش قدموا للجزائر. يعني الفيلم هذا راح يفيدنا بزاف ان شاء الله في اقرب وقت. نشاهد نشاهد احمد باي، ونشاهد ايضا افلام اخرى مازال ما شفناهاش. افلام اخرى يعني افلام اخرى اللي راهي مخبيه منجزه، ولكن مازال ما قدمتش العرض الاول من الدوله. لازم يعني علاش راهو ان شاء الله في اقرب وقت خديجه، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ايضا تونس نشوفوك في رمضان تونس. الله ما على بالي مفاجآت ايضا. انت عندك مشاريع ما حبش تهضر؟ نو نو مشاريع كاين، جو بارل دو مون دي بروجي يونا، مي ابخي يفو دي سو بور لي بروجي. نختم مشروعك، نختم مشروعك السينمائي، كنا شفناك في تصوير في باريس في باريس وفي مارسيليا ايضا. في مارسيليا كان عندي تجربه مع مخرجه انغريد، هي من اب جزائري وام فرنسيه، وتتحدث على الجزائر ك. واين سيعرض هذا الفيلم؟ هو سيعرض
عندهم لانهم عندهم الفلوس وعندهم كل شيء يعني غير لافا افيك لاجيري مي سي اون رياليزاتريس اللي جايه للجزائر لانه اي حابه تتعرف على هاد الجزائر هذه اللي حابين نتعرفوا على تجربه تونس الجديده ان شاء الله. مي سينو يا دي بروجي او تياتر هذا وين قلنا بسم الله هذا احنا بوغ نو هذا وين نبدا العام كل التوفيق تونس كل التوفيق تونس. فيصل شكرا على الحضور على اطراء النقاش ايضا ونلتقي بك دائما ان شاء الله في المواعيد القادمه. واقول لمتابعي الشروق نيوز ومشاهدي اما بعد نلتقي الاسبوع القادم مع مواضيع جديده وضيوف جدد. السلام عليكم.